رح نستكمل من لبنان مع الرئيس الأسبق للقوات اللبنانية دكتور فؤاد أبو نادر. تفضل دكتور. مرحبا للجميع. أنا بدي أطرح اليوم نقطتين بسرعة، وما رح أرجع أكرر كل الشعارات اللي طلعت بالثورة، لأنه بظن هيدي صارت هيك صرنا هيدي صرنا كلنا عارفينها، بقى ما رح أرجع أفوت فيها. في نقطتين مهمين. أول نقطة إنه لازم نحن نشارك بالانتخابات يلي رح تجي، يلي نحن متأملين إنه من خلال الانتخابات نقدر نغير بشكل جذري هالطبقة السياسية الفاسدة يلي وصلت لبنان لهون. نحن بحاجة إنه نخوض الانتخابات موحدين. في شرطين أساسيين: نخوض الانتخابات موحدين لحتى نقدر مزبوط نعمل 128 مرشح حتى نقدر نزيد الشانس تبعنا بالنجاح، لأن إذا فتنا بس بخمس نواب أو بعشر نواب ما رح نقدر نعمل شيء. مشان هيك كمان لازم نعمل نستفيد من هالظرف هيدا لحتى نحط إصبعنا على الجرح بالفعل، ونقدر نغير، مش بس نقول بدنا نغير شوية نواب ونعمل شوية نظافة وبدنا نشيل الفساد من هون، لا، لازم نحط إصبعنا على الجرح ونفكر بشكل جدي إنه نحن بدنا نحل المشكلة جذرياً بلبنان. مشان هيك في ثلاث نقاط رح ركز عليهم، يلي هي أول وحدة هي الحياد، يلي هي إذا نحن علينا تصوينة لبنان ما بقى حدا يتدخل فينا، نحن ما بقى نتدخل بحدا، رح نخلق احترام للآخر بلبنان لحتى نبطل نحن كل واحد يستقوي بالخارج حتى يربح الداخل بالداخل على الخصم تبعه. النقطة الثانية، لازم بلش نخلق تركيبة جديدة ونظام تندير لبنان يكون مبني على تقاطع المصالح الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية بين اللبنانيين. نحن سنة 1920 ما نجحنا نعمل دولة بكل معنى الكلمة، خاصة أنه كان في نص الناس نص السكان بلبنان ضد فكرة نشوء لبنان الكبير. مشان هيك نحن لازم نحن نفكر اليوم شو الطريقة لازم نعملها لحتى نرجع نخلق لحمة بين اللبنانيين، وبدل ما نكون عم نتنافس بالسلاح أو عم نتنافس بمجلس الوزراء على توزيع الحصص ونهب البلد، نعمل مقاربة جديدة لحل الأزمة بهالبلد تكون مبنية إنه شو الناس بدها. من هون لازم نشتغل على تثبيت اللامركزية الإنمائية والإدارية الموسعة، أنا بسميها النظام المناطقي، لحتى نقدر كل واحد يقدر يعني يدفع الضريبة تبعيته، يقدر يجيب المسؤولين يلي هن رح ينفذوا المشاريع الإنمائية بالمنطقة ويلي رح يعطوا الخدمات اللازمة للناس. هيدا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لازم نخلق لحمة بين اللبنانيين ونكسر الحواجز بين اللبنانيين. من هون أهمية إنه نوحد قانون الأحوال الشخصية لحتى نحن نقدر نبلش نفكر كمواطن لبناني، نبطل نفكر كمسيحي كمسلم كدرزي. النقطة الثالثة يلي بدي أحكي عنها، كل هيدا كتير منيح والانتخابات رح تصير بعد أقل من سنة، بس من هلأ لوقته شو بدنا نعمل؟ الناس اليوم جوعانة، اليوم بدها تفوت على المستشفى، بكرة جايد مين على دخلة المدارس، كيف رح يفوتوا على المدارس؟ مشان هيك كتير مهم نكون عم نشتغل مع البلديات ومع الجمعيات حتى نقدر نخلق اكتفاء ذاتي بمناطقنا، تنقدر نهدي هالمرحلة هيدي يلي في وضع لا دولة في لبنان. بهالطريقة هيدي فينا نحن أول شيء نخلي شعبنا على الأرض، نرجع نعطيه الأمل، لأن ما فينا بكرة نعمل معركة انتخابية بناس ما عنده أمل وببطون فارغة، لأن ساعتها بيجي مين ما كان ساعتها في يستقطبون. مشان هيك لازم نشتغل على الاكتفاء الذاتي بمناطقنا حتى نقدر نحافظ على الناس ونوصل على المعركة الانتخابية بعد سنة. هيدا إذا صارت بعد سنة أو بعد سنتين أو ثلاثة أو عشرة، ما بعرف قدي رح تاخد، نكون نحن جاهزين. شكراً.